التجارب ولا لي ريز. في إطار تدعيم بلدية بئر مقدم بالمياه الصالحة للشرب باعتبارها أنها بلدية عقيمة لا توجد بها مائدة مائية، تم تسجيل عدة مشاريع في هذا الإطار، منها إنجاز محول على طول حوالي 14 كيلومتر. اليوم انطلقت إجراء التجارب الأولية على هذا المشروع، حيث تم إنجاز محطة ضخ وبها عدة معدات، بالإضافة إلى أن قنوات البلاستيك على قطر 250 مليمتر على طول حوالي 14 كيلومتر. إن شاء الله راح يكون هذا المشروع تدعيم لبلدية بلدية بئر مقدم، وكذلك أليمونتاسيون نوطابل لي زون رورال بلدية دكريكا.